وربنا يعيده علينا جميعا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة. والحقيقة هذه الأيام المباركة الحقيقة بتحمل أكثر من مناسبة سعيدة. طبعا يعني الأسبوع، بداية هذا الأسبوع كان هناك الأعياد المصريين الأقباط ومناسبة شم النسيم، وطبعا احنا يعني من بكرة ان شاء الله شهر رمضان المعظم، واحنا يوم السبت بإذن الله يعني بنحتفل بذكرى تحرير سيناء اليوم 25 ابريل. وطبعا انا بنتهز هذه الفرصة ان انا اتقدم بخالص التهنئة لقواتنا المسلحة اللي سطرت ملحمة عظيمة في حرب اكتوبر، في وساهمت بصورة كبيرة جدا في عودة التراب المصري وعودة سيناء الينا. الحقيقة يمكن بالتأكيد النهاردة موضوع الحديث بتاعنا هو عن الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا خلال شهر رمضان. وأنا حابب في البداية أن أنا أبدأ أن الحكومة المصرية والدولة المصرية تعاملت منذ بداية هذه الأزمة بأسلوب الحقيقة يمكن حاولنا فيه نعمل توازن ما بين نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية الرئيسية وهي الخاصة بالحفاظ على صحة المواطن المصري، ودي اللي احنا يمكن ترجمناها لعدد من الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللي احنا كنا بنبادر بيها وبنتحرك بيها في خلال الفترة الماضية طوال فترة الأزمة منذ بدء الإعلان عن أول حالة إصابة بهذا الفيروس في مصر. وتحركنا على هذا المنوال بكل الإجراءات اللي حضراتكم تابعتوها معانا وخدناها على مدار الشهر ونص الماضيين. الجانب الآخر وهو الجانب المهم جدا اللي احنا كنا نعيه من أول لحظة وتعيد الدولة المصرية، وهو الشق الآخر اللي هو أيضا مرتبط بمصلحة المواطن المصري، وهو الحفاظ على عجلة الاقتصاد المصري في الدوران. لأن الحقيقة يمكن ودي نقطة مهمة وأكيد كل المواطنين لاحظوها معانا، إن هناك يعني تأثر شديد على مستوى العالم كله والاقتصادات العالم كله، وكل دول العالم تأثرت تأثر شديد السلبية بموضوع ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية شديدة القسوة اللي خدتها العديد من الدول، اللي وصلت بالدول دي لحد الإغلاق الكامل لكل مناحي الحياة فيها. وابتدى يظهر تداعيات هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا على اقتصاديات هذه الدول والبلاد الكبرى بالصورة اللي حضراتكم أكيد تابعناها في خلال الأيام القليلة الماضية. احنا في مصر ما عملناش هذا الموضوع، وكنا حريصين جدا ان احنا بنشدد على تطبيق اجراءات احترازية، ولكن ايضا في نفس الوقت كنا حريصين على استمرار عجلة الاقتصاد المصري في الدوران. وده اللي كان بيحصل من تشجيع وان احنا ناخد كل الاجراءات في القطاعات الصناعية المختلفة، القطاعات الاقتصادية زي قطاع الصناعة، كنا حريصين كل الحرص انه يستمر العمل فيه على مدار اليوم، لكن مع اخذ كل الاجراءات الاستباقية والاحترازية الخاصة بتأمين صحة العمال في المصانع بتاعتهم. وده اعتقد انعكس في العديد من الزيارات الميدانية اللي يعني سواء طبعا فخامة الرئيس كان حريص ان هو يقوم بيها، وايضا الحكومة كلها بدءا مننا شخصيا مع السادة الوزراء، ان احنا كنا بنزور مواقع العمل ونتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة علشان نضمن أن عجلة الاقتصاد بتستمر، ولكن في نفس الوقت بنؤمن صحة المواطن المصري. أيضا قطاعات زي قطاع التشييد والبناء كنا حريصين أيضا على أن احنا يستمر هذا القطاع في العمل والاستمرار في العمل بالصورة الجيدة اللي تؤمن برضو هذا القطاع المهم اللي بيجتذب عدد كبير جدا من العمالة المصرية. والكلام ده برضو بيسري على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى اللي كنا حريصين كل الحرص على استمرار العمل فيها، ولكن في نفس الوقت بنهتم بصحة المواطن والعامل المصري اللي بيعمل في هذه الأماكن. الحقيقة أن هذا الكلام أنا حابب أن أنا كنت أقوله كمقدمة، لأن العالم كله ابتدى في المرحلة الأخيرة هناك تغير نوعي حقيقي ابتدى يحدث في خلال الأيام الماضية في نظرة العالم تجاه مواجهة هذا الفيروس. والحقيقة يمكن ابتدينا نلاحظ ان العديد من الدول بدأت تعلن صراحة عن بدء اخذ اجراءات نحو فتح او تخفيف بعض القيود اللي كانت فرضاها علشان تسمح بعجلة الاقتصاد فيها انها
تدور مرة أخرى نتيجة لأن التوقف اللي حصل أدى إلى فقدان الملايين من مواطنيها لفرص العمل بتاعتهم، وبالتالي ما بقاش قادرين إن هم يتواكبوا مع الأعراض الكبيرة اللي ابتدت تظهر في كل اقتصاديات هذه الدول. وده الحقيقة يمكن اللي يعني أكد إن احنا كنا من البداية كحكومة مصرية وكدولة مصرية المنهج اللي احنا خدناه بالتوازن ومحاولة تحقيق هذا التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطن وأيضا عدم توقف دورة الاقتصاد المصري، بالتأكيد كانت يعني ادتنا ان احنا المجال ان احنا نتحمل بصورة كبيرة كل التداعيات اللي ظهرت في خلال الفترة القادمة الماضية. ولكن يمكن انا عايز أؤكد هنا ان الاقتصاد المصري والاقتصاد المصري زيه زي بقية اقتصاديات الدول يعني في عندنا الحقيقة تحديات كبيرة جدا، وهناك يعني زي كل الدول هناك مشاكل بسبب توقف عجلة الاقتصاد ودوران عجلة العمل في قطاعات كثيرة جدا، على سبيل المثال قطاعات زي السياحة زي الطيران زي قطاعات أخرى النهاردة ابتدت تتأثر بصورة شديدة جدا. بالتأكيد ده ليه تداعياته الكبيرة اللي احنا كنا من البداية عارفين ومدركين ان احنا يعني هتحصل هذه المشاكل وهذه التحديات، وبالتالي احنا كان كل هدفنا نحقق اقل خسائر ممكنة على الاقتصاد المصري. ولكن يعني احنا نعي تماما انه ستكون هناك بعض يعني التكاليف الباهظة على الحكومة المصرية في تحمل التداعيات اللي احنا كلنا النهاردة يعني العالم كله بيعاني منها من جراء الحقيقة فيروس كورونا. وده يمكن يعني الحمد لله يعني انا حابب ان انا اتكلم في هذه النقطه بالذات، ان يعني الاصلاح الاقتصادي اللي قامت بيه مصر على مدار السنتين او الثلاثه الماضيين هو اللي مكننا وادانا المساحه اللي احنا نقدر نتحمل يعني بصوره جيده التداعيات السلبيه الشديده اللي النهارده بتعانيها سواء مصر او كل دول العالم من جراء الحقيقه تداعيات هذا الفيروس. واللي احنا بنأمل ان شاء الله في خلال المرحلة القادمة ان احنا بإذن الله نخرج من هذا الموضوع. ولكن التوجه اللي واضح تماما من كل الجوانب الطبية والمتخصصين في هذا الموضوع ان هذا الفيروس يعني هيبقى موجود ومتواجد بصورة او باخرى خلال الفترة القادمة، وهيبقى النهاردة ده لابد ان نتعايش والبشرية كلها لابد ان تتعايش مع استمرار بقائه حتى يأذن الله ان هو يظهر علاج ويبقى هناك لقاح أو مصل اللي هو للتعافي أو للوقاية من هذا المرض ومن هذا الفيروس. فعشان كده الحقيقة ابتدينا وكانت الحكومة المصرية وإحنا من البداية بندرس كيف يمكن التعامل مع هذا الفيروس باعتبار أنه هو حيبقى يعني معطى من معطيات الحياة الطبيعية اللي موجودة، وكيف أن إحنا نؤهل ونؤقلم نفسنا للتعامل معه في خلال هذه المرحلة القادمة. وده العالم كله النهاردة ابتدأ يتحرك فيه، وبالتأكيد زي ما بأكد مرة أخرى حضراتكم تابعته على مستوى العالم كله دول كثيرة جدا، والحقيقة هذه الدول واجهت أزمات شديدة في التعامل مع هذا الفيروس ابتدت تعلن عن إجراءات مختلفة للتعامل وفتح العجلة والدولة وفتح الدولة وتخفيف القيود اللي كانت مفروضة على هذا الموضوع. عشان كده يمكن احنا الحقيقة لابد أن نعي كمواطنين وكدولة أن الفترة القادمة والاستمرار في الفترة القادمة هيتطلب مننا أن احنا نؤقلم نفسنا على بعض الإجراءات الاحترازية اللي يعني لابد أن احنا نتبعها درءا للخطر ولدرءا لانتشار هذا الفيروس بالصورة الكبيرة. بمعنى إيه الكلام ده كله؟ أن احنا لازم نؤقلم نفسنا في خلال المراحل القادمة على أن حركتنا في المناطق العامة والتجمعات وفي أماكن العمل وفي الأماكن المفتوحة وفي الأماكن المغلقة هيبقى لها الإجراءات الاحترازية اللي لازم كلنا نتبعها. ودي نقطة مهمة جدا لازم كلنا ناخدها في اعتبارنا لو احنا كلنا حريصين على ان احنا ربنا يسلمنا وما يحصلش انتشار واسع لهذا الفيروس في مصر زي ما شاهدناه للأسف في عدد كبير من الدول. وبالتالي الحقيقة المجموعة الاقتصادية كلها وكل القيادات في الحكومة المصرية كانت بتدرس كيف يعني نمشي بنجاح في الإجراءات الاحترازية والإجراءات العلاجية اللي احنا بنقوم بيها تجاه هذا الفيروس، ولكن في نفس الوقت
ما هو المدى الزمني اللي احنا ممكن تدريجيا نبدأ نعيد بيه عجلة الحياة الى طبيعتها؟ ولكن لما بقول كلمة طبيعتها يبقى بتكلم ان احنا لازم نبقى مهيئين ومؤقلمين نفسنا ان كلمة عودة الحياة طبيعتها هيكون مرتبط بان احنا هنستمر في اخذ اجراءات وقائية واحترازية كلنا كمواطنين في التعامل مع هذا الموضوع، وهيكون معطى من معطيات حياتنا اليومية في خلال الفترة القادمة. الحقيقة فيما يخص الإجراءات الاحترازية، احنا الحقيقة المنظومة اللي اتحصلت في التنسيق ما بين وبتحصل حاليا ما بين كل الوزارات المعنية، سواء وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، مستشفيات الجامعية، وكل الجهات المسؤولة عن المنظومة الصحية، ابتدينا النهاردة ناخد إجراء مهم جدا، وهو إجراء ان احنا ابتدينا نفصل ما بين المرضى الإيجابيين أو اللي هم أعدادهم أو ثبت إن هم إيجابيتهم للمرض ولكن لا تظهر عليهم أعراض، أو اللي هم تعافوا من الأعراض بتاعت المرض لكن مازال التحاليل بتاعتهم بتقول إنها تحاليل إيجابية ولكن هتأخذ وقتها في الانحصار. ابتدينا ناخد خطوة مهمة، وهو علشان نخفف الضغط اللي كان بيحصل على منشآتنا الصحية والمستشفيات، بدأنا نأخذ هذه الفئات اللي هم زي ما بقول مرة أخرى اللي هم ممكن يكونوا يعني ثبت إيجابيتهم للفيروس لكن ما عندهمش أي أعراض أو اللي بدأوا التعافي، وبدأنا ناخدهم في مناطق أخرى زي المدن الجامعية أو المدن الشباب أو حتى الفنادق عشان يتم تعافيهم في هذه الأماكن. والأهم من هذا الموضوع إن احنا بندي المجال للأطقم الطبية بتاعتنا في المستشفيات إن يكون تركيزها على الحالات اللي هي فعلا مصابة وعندها أعراض متوسطة أو كبيرة عشان ما نستنزفش قدراتنا ويعني البنية الأساسية بتاعتنا وأهم يعني قيمة عندنا وأصل، وهو القوات يعني الجيش الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية، نستنزفهم في إن هم كمان يشرفوا ويتابعوا الحالات اللي احنا بنقول عليها النهاردة حالات خفيفة جدا ومعلهاش أي أعراض أو إنها خلاص تعافت وتشافت. فالكلام ده بيدينا مساحة كدولة إن احنا نتحرك النهاردة، إن يبقى عندنا النهاردة فصل في التعامل ما بين الحالات حتى الإيجابية والمرضى، ما بين إن احنا بنقول إن في حالات ودول يمكن العالم كله قال عندنا من 80-85% حتى وهم إيجابيين للمرض ولكن ما بيظهرش عليهم أي أعراض أو أعراض خفيفة جدا 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 وربنا بعد كده بيشفيهم وبيخرجوا من هذا المرض، والجزء الآخر اللي هو بيمثل حوالي 15% اللي فعلا بيبقى محتاج لعناية علاجية وإن لازم ده هو اللي يبقى متواجد في المستشفيات بتاعتنا. فالحقيقة دي نقطة مهمة جدا أنا حابب أأكد عليها، لأن إحنا زي ما كنا بنقول لحضراتكم دايما إحنا عارفين كويس جدا ومتابعين تزايد أو الريتم أو النسق بتاع الأعداد بتاعة المصابين من هذا الفيروس، وزي ما كنت بقول لحضراتكم احنا متوقعين ان ما زلنا هيبقى الاعداد اللي بتسجل يوميا الفتره الجايه ما زالت هتكون في زيادات، وبالتالي احنا يمكن زي ما كنت قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات احنا كنا متوسطات الاعداد بتاعتنا اللي احنا كنا مقدرينها كانت ما بين 150-180 حاله في على مدار الاسبوعين او العشر ايام الماضيين، وهو ده يمكن اللي كان بيحصل. توقعاتنا الفتره الجايه لا، الارقام من الوارد جدا انها تزيد وتتجاوز الـ200 ونشوف الأرقام دي بتبقى بتزيد، ولكن النقطة طالما إنها في المسار اللي إحنا كنا مخططين ليه يبقى كده النهاردة إحنا برضو ما زلنا هنكون قادرين بإذن الله على التعامل مع هذه القضية، وإن إحنا نبقى الموضوع ما زال تحت قدرة سيطرة الدولة المصرية على التعامل مع هذا الفيروس المهم جدا، لأن زي ما بقول لحضراتكم جزء كبير من هذه الأعداد حتى وهي إيجابية بتبقى الأعراض اللي عليهم سواء ما فيش أعراض أو أعراض تعتبر أعراض خفيفة، ودول النهاردة ابتدينا نتحرك نحو عزلهم في أماكن مخصصة، والجزء اللي يبقى محتاج لعلاج حقيقي هو ده اللي احنا نركز عليه ويبقوا موجودين في أماكن الرعاية سواء مستشفيات العزل أو الحميات أو أي أماكن أخرى بتحتاج النهاردة إلى رعاية. فهناك تنسيق كامل ما بين وزارة الصحة وزارة المستشفيات الجامعية، الحقيقة أيضا هناك يعني احتياطي كبير من مستشفيات القوات المسلحة وأيضا الشرطة، دي ما زلنا الحمد لله ما استخدمناهاش وندعو الله أن احنا ما نستخدمهاش في خلال المرحلة القادمة. النقطة دي يعني تقودني إلى الجزء الآخر اللي احنا كلنا النهاردة يعني بنرى أن احنا كدولة لازم نتحرك فيه. احنا
تقديراتنا طبيعة شهر رمضان بالنسبة للمصريين واعتقد لكل العالم الإسلامي بتبقى وتيرة العمل فيه، بتبقى وتيرة هادئة. وبالتالي احنا كان تقديراتنا ويعني أملنا إن شاء الله إن احنا ننتهز فرصة هذا الشهر المعظم اللي بيحمل كل الخير والبركة، إن احنا كدولة نبدأ ناخد إجراءات بهدوء شديد نحو أن النهاردة بعد إن شاء الله عيد الفطر المبارك يكون هناك عودة تدريجية لحركة الحياة الطبيعية. ولكن زي ما بأكد مرة أخرى سيظل معنا حتى بعد عودة الحياة إجراءات احترازية. النهاردة الحقيقة سواء منظمة الصحة العالمية بتعد زي ما بنقول كتاب إزاي أنك أنت تتعامل لو دخلت أماكن محددة، إيه الإجراءات اللي لازم كل الجهات والدول تتبعها. نفس الكلام ده احنا بنعده النهارده كحكومه عشان نبدا ننشره ونعلنه، وان هيبقى في اجراءات تتخذ ضد من يخالف هذه الاجراءات بعد كده. لان سواء كمواطن او كمكان او كمنشا اللي هيخالف هذه الاجراءات لازم هيكون هناك تعامل صارم معاه في هذا الموضوع، علشان نامل في ان احنا نحمي شعبنا ونمنع انتشار الواسع لهذا المرض باذن الله. فعشان كده يمكن احنا في تقديراتنا إذا ربنا كرمنا واستمرينا بالتزامنا واستمرت الأرقام بتاعتنا بالجزء المخطط ليه، إن إحنا نبدأ نشوف إن شاء الله مع انتهاء شهر رمضان إن إحنا نبدأ بقى نطبق عدد من الإجراءات الاحترازية على الحياة بتاعتنا ومناحي الحياة كلها. وأعتقد ده اللي هو كل دول العالم النهاردة بتتحرك نحو هذا التوجه. فالحقيقة دي نقط مهمة جدا أنا حابب إن أنا كنت أركز عليها للمواطن المصري عشان يعي ايه المقدار النهاردة اللي احنا بنتعامل معاه. عندنا تحدي مهم جدا كدولة، تحدي الحفاظ على سلامة المواطن وصحته، ولكن في نفس الوقت عجلة الاقتصاد المصري اللي بالفعل تأثر بصورة كبيرة جدا بالتبعات بتاعة هذا المرض الكبير اللي هو زي كل دول العالم تأثرت. ولكن الحمد لله احنا ما زلنا قادرين على الاستمرار في يعني الحركة بتاعتنا بالصورة الجيدة اللي اكيد المواطن كله حاسس، كل المواطنين حاسين ان احنا كدولة لم تتأثر يعني الحاجات الأساسية في الحياة بتاعتنا سواء الغذاء سواء الحركة حتى العمل في القطاعات المعتادة. هناك قطاعات تأثرت والدولة الحقيقة دخلت بموضوع وبتبقى لتوجيه السيد الرئيس بموضوع المنحة اللي خصصت للعمارة غير المنتظمة عشان نساعد الفئات اللي احنا شفناها فعلا تضررت بصورة مباشرة من هذا المرض وهذا الفيروس اللي حصل. الحقيقة يمكن الموضوع ده أنا كنت حابب إن أنا أتكلم فيه كمقدمة عشان نبدأ نقول إيه هي الإجراءات اللي إحنا كنا يعني شايفين إن إحنا لابد أن نبدأ نتبعها في شهر رمضان المعظم. والحقيقة يمكن الحقيقة كان هناك العديد من الآراء والنقاشات وما هي المفروض تبقى ساعة الحظر اللي إحنا نقررها وإيه المفروض الوقت المناسب. ولكن خليني أقول لحضراتكم وده يمكن طبقا لآراء كل المتخصصين، الموضوع ليست قضية الساعة اللي احنا بنعلن فيها ان هي دي ساعة الحظر. القضية على سلوكنا كمواطنين في الفترة اللي بتسبق ساعة الحظر، وهي ده هذه هي يعني القضية الرئيسية المهمة جدا. احنا اكيد كلنا تابعنا واحنا تابعنا الحقيقة بمنتهى يعني برضو انا بقولها يعني الحذر والقلق من كحكومة. طبعا ان الفترة اللي فاتت الايام القليلة الماضية كان هناك زحام شديد جدا في الحركة والشوارع المصرية والطبيعة طبعا، واحنا عارفين ان يمكن ده كنا متوقعين بعض هذه يعني الزيادة في الحركة بسبب طبعا ظروف دخول شهر رمضان الاعياد والمناسبات اللي كانت الحقيقة موجودة في هذه الفترة. ولكن النقطة المهمة اللي انا عايز اتكلم فيها واكد على واناشد فيها المواطن المصري، احنا لازم ناخد بالنا واحنا بنتحرك في الشوارع بتاعتنا وفي الاماكن العامة وفي التجمعات ان احنا نبقى واخدين بالنا في عملية الحركة والتقارب والتباعد ما بيننا وما بين بعضنا البعض، وايه الاجراءات اللي لازم ناخدها كاحتياط في هذا الموضوع. ولما كنا بنتكلم على لابد من وجود الاقنعة وان احنا نبدأ في اماكن معينة نبقى بنتحرك بطريقة معينة ولابسينها علشان ان احنا نؤمن نفسنا بقدر الامكان، ده مش هيبقى طرف النهاردة ان احنا نقول ان ده ممكن نعمله او ما نعملوش، لان وارد جدا ان مع
عوده الحياه مره اخرى لطبيعتها اللي احنا بنتكلم عليها واللي بنامل ان احنا نصل اليها في اقرب فرصه ممكنه، ان هتبقى بتستمر هذه الاجراءات معانا لفتره معينه زي ما كنا بنقول. وده العالم كله النهارده بيتحرك نحو زي ما قلت لحضراتكم ان يتحط كتيب لاجراءات لازم كل المواطنين وكل الحكومات تتبعها علشان عجله الحياه تفضل مستمره في هذا الموضوع. الحقيقه الموضوع اللي احنا شفناه وشاهدناه في الشوارع المصريه في خلال الفتره الماضيه، ويمكن ان البعض قال نتيجه لان احنا محتاجين ان احنا يعني نقضي حوائجنا وان احنا نشتري احتياجاتنا، وطبيعه هذا الشهر اللي ليه طبيعه استثنائيه في ان عمليه، طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، عمليه يعني الاهتمام طبعا بالفطار والسحور والشراء الاحتياجات الاساسيه بتاعتنا بتعمل ضغط على هذه المنشآت اللي بتقدم هذه النوعية من الخدمات، وإن إحنا لما بنحصر هذا الموضوع في ساعات محددة من اليوم بيؤدي إن المواطن هيبقى كل تفكيره إنه عايز يجري بسرعة يخلص شغله ويجري على الأماكن بتاعته وعشان يلحق إن هو يجري ويشتري المستلزمات بتاعته، ده هيؤدي إلى التزاحم الأكثر. ده اللي خلانا كدولة النهاردة إن إحنا نبدأ نفكر إن إحنا هدفنا كله هو الحد من التجمعات الكبيرة للمواطنين، وإن إحنا كل ما نقدر إن إحنا نخفف من احتماليات التجمعات والضغوط هنبقى كده بنساهم في الحد من انتشار المرض. ويبقى الأساس واللي أنا دايما بأكد عليه، الموضوع ليس قضية الساعة اللي احنا بنحددها بقدر ما هو ما هي سلوكياتنا في الفترة التي تسبق هذه الساعة، وكيف يمكن ان احنا بقدر الإمكان نبقى خايفين على نفسنا واحنا كمواطنين نبقى واعيين بأن كل نوع من التلاحم وعدم الانتباه وعدم والاستخفاف بالموضوع للأسف ممكن يكلفنا ما لا طاقة لنا به كأفراد وكدولة. فعشان كده يمكن احنا كان هناك الحقيقة اجتماعات على مدار الايام السابقة من بين كل اللجان، سواء اللجنة الطبية المتخصصة، اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حتى النهاردة في مجلس الوزراء، وتناقشنا في كل الإجراءات اللي احنا شايفينها النهاردة يعني ايه اللي هنبدأ نتبعه في شهر رمضان المعظم، ويمكن توافقنا على مجموعة من القرارات اللي انا حابب ان انا اعلنها على حضراتكم النهاردة. ان احنا بالنسبة لنا يعني هيمتد العمل بحظر التجول الجزئي بدءا من الغد، في يعني بحيث ان هو يبدا من الساعه 9 مساء حتى 6 صباحا اليوم التالي، وذلك هيبقى طبعا اعتبارا من يوم من غدا من يوم الجمعه الموافق ان شاء الله اول ايام الشهر الكريم باذن الله. النقطه الثانيه ودي اللي انا زي ما كنت بقول لحضراتكم اللي لاحظناه، وعشان نتجنب فكره التكالب على المحال التجاريه والاماكن اللي بتؤدي كافه الخدمات اللي المواطن في شهر رمضان دايما هو كان بيبقى بيروح ليها بصوره اكبر، وعشان نفتح المجال لمده زمنيه اكبر وايام اكبر علشان المواطن يقدر ان هو ياخد منها خدماته، تم التوافق ان احنا هنسمح بفتح المراكز التجارية والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء اليوم، ويعني ده هيبقى اعتبارا أيضا من غد إن شاء الله. احنا هنستمر بالعمل اللي هو الخاص بتخفيض طبعا أعداد العاملين في أجهزة الجهزة الدولة، الجهاز الإداري للدولة، شركات قطاع العام والأعمال والكيانات اللي هي تابعة للدولة بنفس المنوال لمدة أسبوعين أيضا، علشان إن احنا الحقيقة يعني نخفف بصورة كبيرة من الضغط على المرافق والتواجد والتزاحم اللي بيحصل في هذا في هذه الأماكن. أيضا الحقيقة وده يمكن نقطة مهمة يعني وجدناها، إن لابد من عودة تقديم بعض الخدمات اللي النهاردة المواطن محتاجها بصورة كبيرة جدا، ولازم إن احنا النهاردة نعيد الحقيقة يعني فتحها بصورة جزئية وتدريجية عشان المواطن يقدر ان هو يأخذ الخدمات، لان كان هناك خدمات الحقيقة مهمة للمواطن، وبحكم ان كان بيحصل عليها تزاحم احنا يعني وجدنا ان احنا اغلقناها في فترة السابقة، ولكن عايزين نبدأ بصورة هادئة نعيد تدريجيا بعض هذه الخدمات. وبالتالي يمكن بالتوافق مع معالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية تم التوافق على عدد من الخدمات اللي هنبدأ يعني تدريجيا اعتبارا من الأسبوع القادم نشغل بعض هذه الخدمات. فيما يخص مثلا الشهر العقاري هتكون هناك خدمات محددة هنبدأ تدريجيا
في تقديمها اعتبارا من الأسبوع القادم. يعني يمكن هنطلعها بالتفصيل في البيان الخاص بالحكومة، خدمات محددة احنا عارفين ان كان هناك أولوية ليها، وفي نفس الوقت هي ما بتعملش نوع من التزاحم على مكاتب الشهر العقاري، هنبدأ ان احنا نسمح بيها في خلال بدءا من الأسبوع القادم. ايضا فيما يخص المحاكم تم التوافق على ان يعني نبدأ بالسماح بجلسات الخاصة بإعلام الوراثة، علشان طبعا دي بتخدم يعني فئات محددة للمواطنين اللي يعني هناك احتياج شديد لهذه النوعية من الخدمات، فدي هنبدأ بيها تدريجيا أيضا، ويمكن هنبدأ بعد كده تدريجيا نشوف إيه اللي ممكن الخدمات الأخرى اللي نبدأ يعني نفتحها للمواطنين. فيما يخص خدمات المرور تم التوافق على إن احنا نبدأ اعتبارا من الأسبوع القادم في السماح بترخيص المركبات الجديدة، ودي نقطة مهمة عشان تخدم قطاع صناعة السيارات في مصر، لأن النهاردة كان هناك يعني مشكلة في أن هناك يعني خطوط الإنتاج اللي بتنتج العربات الجديدة، وكان المفروض المواطنين اللي كانوا حاجزين هذه السيارات أو المركبات يستلموها، لكن بسبب طبعا أن وقفنا هذه الخدمات بقى أن هناك الحقيقة مشكلة كبيرة، فإحنا وجدنا أن احنا نبدأ تدريجيا في إعادة خدمات المرور بأن احنا نسمح باعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله بترخيص المركبات الجديدة فقط، وحنشوف بعد كده اعتبارا من الأسبوع اللي يليه الخدمات المختلفة الأخرى اللي ممكن تدريجيا أن احنا نرجعها. فيما يخص يمكن محلات الطعام، احنا يمكن اللي هي المطاعم تم التوافق على انها تقدم ما نطلق عليه خدمة التوصيل للمنازل، او خدمة اللي احنا نروح كمواطن ادخل جوه المحل اطلب الاكل بتاعي واخرج، ودي كبداية ان احنا النهاردة برضو عشان نتيجة لظروف شهر رمضان ان احنا نسمح للمطاعم بهذه الخدمات كلها انها تقدمها على مدار الاسبوع بالكامل، وان احنا يعني نقيم تدريجيا ايضا ايه هي الاجراءات الاخرى اللي ممكن ناخدها بعد كده تدريجيا في خلال هذا الشهر. كل هذه الاجراءات اللي انا بقولها مربوطة بشيء مهم جدا، ان احنا بنتابع يوما بيوم على الارض الموقف بتاع اعداد فيروس كورونا وحجم الاصابات اللي بتحصل، وكل ما ربنا يكرمنا وحنشوف ان الارقام حتى لو حصل تزايد في خلال الفترة الجاية ولكن طبقا للي احنا كنا السيناريوهات اللي محطوطة، يبقى ده بيقول لنا ان احنا ماشيين بصورة يعني طبقا للتخطيط وبصورة تعتبر صورة مقبولة او جيدة. ولكن لا قدر الله لو لقينا الموضوع بيحصل فيه يعني تزايد بصورة كبيرة جدا جدا وخارج السيطرة، ده هيدعونا على طول كدولة لاتخاذ اجراءات فورية ممكن تكون اشد قسوة من اللي احنا كنا حاليا موجودين فيها. فالموضوع كله تاني مرة اخرى مرتبط بسلوكياتنا كمواطنين في التعامل مع هذا الموضوع. احنا محتاجين كلنا زي ما الدولة النهاردة بتتحرك والحكومة بتتحرك واجهزة الدولة كلها بتحاول انها تعمل هذا التوازن المهم ما بين صحة المواطن وايضا عجلة الاقتصاد انها تفضل تبقى موجودة ودايرة، المواطن ده نفسه عليه هذه المسؤولية الكبيرة جدا في ان هو برضو يبقى واعي وهو بيتحرك ازاي يحافظ على نفسه، وان هو ما يأذيش نفسه ولا يأذي غيره من خلال ان هو لو لا قدر الله اي تصرفات غير مسؤولة ممكن تؤدي الى انتشار او تزايد انتشار هذا المرض في خلال المرحلة القادمة. احنا هنبقى اسبوعيا بنراقب وهيبقى اسبوعيا بنطلع ونقول ايه ممكن الاجراءات اللي ممكن ناخدها سواء بناء على التطورات اللي بتحصل، سواء ان احنا ممكن نسمح ببعض الخدمات الاخرى انها تعود، او لا قدر الله لقينا الظروف في احتياج لاتخاذ اجراءات اكثر شدة هنتحرك فيها. ولكن انا بقولها احنا بنتحرك كحكومة بأسس علمية واضحة، بنشوف المعطيات اللي قدامنا، بنستمع لآراء الخبراء المتخصصين الأطباء والخبراء العالميين الدول الأخرى اللي بيتحرك فيها وبنحصل إيه، إحنا معطياتنا على الأرض وظروف التجربة المصرية بتاعتنا إيه والظروف الشخصية المصرية إيه، وبنعمل كل ما يعني نجتهد بنخرج بالقرارات المتوازنة اللي زي ما بقول لحضركم دائما إحنا حاطين نصب عيوننا هي صحة المواطن المصري والحفاظ على يعني صحته وسلامته في خلال المرحلة القادمة بإذن الله. فيمكن كل هذه النقاط أنا كنت حابب أن أنا أحطها قدام حضراتكم. إحنا طبعا بندرس أيضا يعني الحقيقة القطاعات المختلفة اللي في الاقتصاد المصري
هناك دراسات احنا بنقوم بيها النهاردة لتدارس السيناريوهات في الفترة القادمة ما بعد حتى يعني الأيام القليلة القادمة والفترة الجاية، إزاي يعني قطاعات مهمة نعيدها مرة أخرى للعمل. على سبيل المثال قطاع السياحة الداخلية، وإن إحنا إزاي نبدأ نحط عدد كبير من الإجراءات الاحترازية اللي ممكن النهاردة بناء عليها وتطبيقها بصورة واضحة وصارمة ممكن نبدأ نعود مرة أخرى على الأقل في موضوع السياحة الداخلية، عشان قطاع زي السياحة ده اللي هو بيعمل فيه ملايين البشر يرجع تاني لدورة عجلة العمل مرة أخرى. الكلام ده كله مرتبط بتطبيقنا للاشتراطات والإجراءات اللي احنا هنكون حاطينها إن شاء الله. تقديراتنا برضو بإذن الله استمرارنا على التزامنا وعلى المنوال بتاعنا في الأعداد والتعامل مع فيروس كورونا هيمكننا إن شاء الله في النصف الثاني من شهر رمضان إن احنا نعلن بصورة نهائية ما هي توقيتات أداء الامتحانات النهائية للسنوات، سواء زي الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو حتى السنوات النهائية من الكليات الجامعية والمعاهد، اللي احنا عارفين كويس قوي إن احنا لازم دول يؤدي امتحاناتهم، وحنبقى واخدين بالنا إن احنا لازم حنضع لهم آليات واضحة إزاي يؤدوا الامتحانات وإزاي نضمن أكبر حجم من أو أكبر مساحات من التباعد ما بين الطلبة عشان نحافظ على سلامتهم. كل ده مرهون زي ما بقول لحضراتكم ان احنا بنتابع يوم بيوم الموقف، ايه تطورات الموضوع عندنا، ازاي ان احنا مرة اخرى هدفنا كدولة واكيد كلنا كمواطنين نتمنى ونأمل ان احنا تعود حركة الحياة كما كانت عليه. ولكن اللي انا حابب تاني مرة اخرى وبختم بيه كلمتي، يجب ان نأقلم نفسنا جميعا ان حتى لو احنا هنبدأ التحرك التدريجي هيكون ده مرتبط بإجراءات احترازية ووقائية هنبقى احنا كمواطنين كلنا لازم نحنا نتبعها وناخد بيها في خلال المرحلة القادمة إلى أن يأذن الله زي ما بقول لحضراتكم بظهور الدواء أو المصل أو اللقاح لهذا الفيروس. النقاط دي نقاط مهمة جدا. كل اللي نتمناه كدولة النهاردة لكل مواطنينا السلامة، وإن احنا يعني ربنا يحفظكم جميعا ويؤمننا جميعا من مخاطر هذا المرض ويخفف يعني انتشاره في مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة أخرى بشهر رمضان. بأكد مرة أخرى احنا بنتابع على مدار اليوم والساعة الموقف، وحنبقى بنتابع ويعني في ضوء هذه المعطيات وبناء على يعني الأرقام اللي احنا بنتابعها هيكون دائما هناك قرارات بناخدها لصالح في النهاية صالح المواطن والحفاظ عليه، وأيضا الحفاظ على المكتسبات اللي احنا حققناها لاقتصادنا، وإزاي نحافظ على عجلة التقدم والتنمية والاقتصاد المصري إنها يظل في التقدم بإذن الله. ربنا يحفظنا جميعا ويسلم مصر، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وشكرا لحضراتكم.